نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. واشهد ان لا اله الا الله تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهه الاضرار صفاته بالبر معروف وبالاحسان موصوف معروف بلا غايه وموصوف بلا نهايه. قيل للامام علي كرم الله وجهه يا علي صف لنا ربك، فقال الامام سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا رب انا العبد المقر بكل ذنب وانت السيد المولى الغفور، فان عاقبتني فبسوء فعلي، وان تغفر فانت به جدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جاء بشرع النور للشعوب المتحضره كالاستاذ العظيم، وللشعوب البدائيه كالوالد الرحيم. يقول سيد الخلق وحبيب الحق: لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وانت احييت اجيالا من العدم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايس الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، لو كان بكاء العين يجزي لبكيت على حال المسلمين بدل الدموع ثمنا. يا معاشر السادة الأعزاء، كما قلت لحضراتكم، أنا لا أخشى على الإسلام من أعدائي، إنما أخشى على الإسلام من أدعوائه. إنني وأنا أقدم الدرس المتم المئة أوجهه إلى المسؤولين في مصر عن الإسلام، أوجه هذا الدرس من خلالكم إلى المسؤولين عن دين الله في مصر. ما كنت أظن أن الجرأة على الإسلام تصل إلى هذا الحد الشنيع. أصارحكم القول أنني قضيت أياما مضت وأنا عاكف على دراسة لا عمل. لقد قرأت عن الشيوعية كثيرا والوجودية والرأسمالية، وقرأت الملل والنحل والأهواء والمذاهب، ما قرأت كتابا أخطر على الإسلام من هذا الكتاب الذي سأحدثكم الآن عنه، والذي زاد أساياً
وجعل القلب يصطفر حزنا والكذب يسيل براءة. أما الذي ألفه يحمل اسم المسلمين ويعمل إماما لأحد المساجد في مدينة الإسكندرية، والذي زاد عصايا بعدما فرغت من قراءة هذا الكتاب، قرأت خبرا منذ يومين في جريدة الأخبار أن مؤلف هذا الكتاب سيوزع بالمجان 3000 نسخة من كتبه على حجاج بيت الله الحرام. ومن هنا فإنني أوجه نظار المسؤولين عن الإسلام في مصر، إن كان هناك مسؤولون عن الإسلام، وأرفع صوتي عاليا ولو اقتضى الحال أن أقف وحدي وتخلى الناس جميعا، لأن هدفي في الحياة لا تحزن إن الله معنا. إن هذا الكتاب أتدرون يهاجم من؟ كنت أظن المؤلف سيرد على كارل ماركس أو سيرد على بولسر كارلس أو سيرد على داركين أو فرويد. أتدرون على من يرد مؤلف هذا الكتاب؟ يرد على إمام من أعظم أئمة المسلمين، على الإمام البخاري. على الإمام البخاري يكذب في صحيح البخاري 120 حديثا رويت عن رسول الله. وتعود بي الذاكرة إلى الوراء عندما كنا نعرف لصحيح البخاري قدره ونعرف له منزلته وحلمه. كان الواحد من الناس إذا أخطأ وأرادوا أن يغفروا له خطأ، قال بعض الناس لبعض: وهل أخطأت البخاري؟ كانت هذه كلمة الناس عن الإمام البخاري. ولما دخلنا بليون الأزهر الشريف وحوله إلى القبر من خيول، إذ سمع علماءه يومها وعكفوا على قراءة الإمام البخاري، عكفوا على قراءة صحيح البخاري بعدما قرأوا كتاب الله. فشاءت رحمة ربك أن ينقذ الأمة من حدث نابليون، وأرسل على جنوده الطاعون يقتلهم قتلا ببركة كتاب الله وسنة رسول الله. ما كنت أظن يوما أن الجرأة على الإسلام تصل إلى هذا الحد، وما كنت أظن يوما أن الإسلام سيوجه إليه ستوجه إليه السهام والرماح والخناجر في أصله الثاني وهو سنة رسول الله. لقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله هو الجامع الصحيح للإمام البخاري. فماذا حدث؟ اسمحوا لي أن أقدم إليكم كلمة عن صاحب هذا الكتاب وهو الإمام البخاري. الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولد في مدينة بخار، وكانت يومها ترفع علم التوحيد، وهي الآن تحت حكم الشيوعية الحمراء،
بعدما نام المسلمون نوما عميقا وغطوا في سغات وهجم المد السلوحي الاحمر على اقاليم المسلمين واذا برايه حمراء ذات مطرقه ومنجل تصرخ على ارض المسلمين. ولد الامام البخاري ولما ولد ونظرت امه في عينيه رأت مغلق العينين لا يرى فباتت حزينة ليلتها لأن ابنها قد ولد أعمى ولما نامت ليلتها حزينة رأت في المنام صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم وقال لها السلام عليك يا أمة الله لا تحزني فإذا كان الصباح فانظري إلى عينيه فترى رضا الله عليه بصر. وقامت الأم عندما جاء الصباح وهي تعلم ان النبي يقول مع آلي في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل في صورتي. ونظرت في عين ابنها محمد البخاري اسمه محمد نظرت في عين ابنها محمد لتتحقق بشارة محمد ورأت بشارة محمد الأكبر قد تحققت في محمد الأصغر ورد الله عليه بصره لأن الله يعلم أن هذا الرجل سيقف موقف البطل المقدام يدافع عن حديث سيد الأنام. أما الإمام البخاري وهو محمد بن إسماعيل فقد ولد في عام 194 هجرية ومات في عام 256 هجرية فعاش في هذه الدنيا 62 سنة كانت أبرك عند الله من 62 قرنا من الزمان. اما الامام البخاري فانه عكف على استجوال شمال الارض وجنوبها وشرقها وغربها يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله الذين اشترط فيهم الصدق والامانة والثقة والمعاصرة واللقيا. اشترط في الرواة الذين يروون عن رسول الله ويأخذ منهم الحديث ان يكونوا ذوي ثقة وذوي امانة وان يكون الراوي قد لقي غيره وعاصره. ونام البخاري ذات ليلة فرأى الحبيب محمدا في المنام. ولما رأى الحبيب محمدا نظر فوجد بعض الذباب يحاول ان يسقط على وجه رسول الله واذا بالبخاري يمسك بيده منشه ويمس بها الذباب الذي يحاول ان يقع على رسول الله فلما عرض هذه الرؤيا على المفسرين قالوا له يا محمد انك ستدافع عن سنة محمد. البخاري الذي تتلمذ على 1080 عالما جاء من بلاد ما وراء النهر جاء من الشرق الاقصى ولم يكن يملك سيارة يتنقل بها ولا سيارة يتجول على متنها ولكنه كان يمشي على قدميه وكأنه يقول
البرية داري ان قر فيها قراري اقضي بثلث ليلي وبالحراق نهاري. ما استراح باله وما عدت نفسه الا لما جمع حديث رسول الله ودوله. ورسول الله لا ينطق الا حقا ولا يقول الا صدقا. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذات يوم: يا رسول الله انا نسمع عنك احاديث وقت الرضا والغضب وانت بشر ترضى وتغضب، افنكتب عنك وانت غضبان؟ فماذا قال سيدنا محمد؟ عبد الله بن عمرو يسأل أستاذ من يكبر ويقول له: إنك بشر ترضى وتغضب، هل نكتب عنك الحديث وأنت غضبان؟ فأشار النبي إلى فمه الشريف وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا الفم إلا وما ينطق عن الهوى. وتمر الايام دورتها وياتي عام 1974، هذا العام الذي نحن فيه، فيخالعنا رجل من الاسكندريه يسمى السيد صالح ابو بكر، يؤلف كتابا يجعل عنوانه براقا، اذا قرأته خدعت في عنوان الكتاب، فاذا ما قرأت الكتاب نفسه شعرت كأنك كالطير المذبوح يغدو ومره. عنوان الكتاب كما يقول القائل كالقبر حطته الزهور وتحته عقل دفينه. عنوان الكتاب ما شاء الله، ما شاء الله يا سيد صالح، ما شاء الله. جاء علينا اليوم الذي رأينا فيه من يكذب البخاري في 120 حديثا. وأنا أذكر أن أحد المنحرفين العملاء للسفارات الأجنبية، أذكر أن أحدهم كتب حديثا في مجلة العربي الكويتية حديثا كذب فيه البخاري، فقام أهل الكويت وقام علماء المسلمين وردوا على هذا الأفاك الأثيم. ونحن في مصر كتاب يخرج يحتوي على 384 صفحة وجلده فخم وورقه أفخم، ومع ذلك يباع ب50 قرشا ويطبع في مطابع شركة محرم من اسكندرية، ويهدى الكتاب لكل من عب ودب مجانا، ويهدى من كتبه 3000 نسخة للحجاج ولم تقم للأزهر قائمة. وبينما أنا جالس في هذا المسجد إذا ببعض رجال من الجيش مجندين يدخلون علي بهذا الكتاب ويقولون: إن هذا الكتاب شككنا في نبينا. ما سمعنا للعلماء صوتا، ما سمعنا لهم صوتا، وانا اقول لشيخ الجامع الازهر باعلى صوتي: الم يبلغك هذا الكتاب؟ اذا كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم.
ألم يبلغكم هذا الكتاب يا علماءنا يا مجمع البحوث الإسلامية يا من تملك الإمكانيات يا من تملك حق الصبح والرد يا من تملك الرد ألم يبلغكم هذا الكتاب؟ إذا فلماذا تجلسون في هذا المجمع؟ وما وظيفة هذا المجمع؟ كتاب يكذب الحبيب محمد في 120 حديثة في 120 حديثة ورعاه والكتاب قد وزع على جميع الذين يريدون أن يقرأوا. إذا قال لكم ربه لقد صادرنا الكتاب قولوا أصابرتموه بعدما وزع إن المصادرة لا تكفي إنه يجب الرد على ما جاء فيه حديثا حديثا حتى تعود للذين قرأوه طمأنينة قلبهم على سنة سيدنا محمد. من أنت حتى تكذب الإمام البخاري يا هذا؟ ولماذا هذا المؤلف بالذات هو الذي يقوم بإهداء 3000 نسخة على الحجاج مجانا؟ وأنا أناشد علماء السعودية وأقول لهم من هذا المكان المبارك اقرأوا هذا الكتاب قبل أن يتفشى داره اقرأوه فإنها فتنة اقرأوا هذه الكتب لأنها هجوم على رسول الله وعلى سنة حبيب الله. يرى سيادة المؤلف أن الاقتصار على القرآن أولى وأنه لا داعي إلى الرجوع إلى السنة، فما جاء به القرآن فلنعمل به وما لم يأتي به القرآن فلا نعمل به. وأنا أقول أو ما قرأت قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أو ما قرأت قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أولم تقرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ألم تقرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ألم تقرأ كل هذه الآيات؟ إنها مؤامرة، إنها مؤامرة على الإسلام. وأنا أؤكد لكم من هذا المكان، أؤكد لكم أن الشيوعيين لو عثروا على هذا الكتاب لاشتروه بثقله ذهبا، والسفارة الأمريكية لو عثرت على هذا الكتاب لاشترته بثمنه ذهبا بثقله ذهبا. إنها مؤامرة على الله وعلى رسول الله وعلى رسول الله منذ القديم، والمستشرقون والمستغربون ومن لست لفته وسار في سلكهم يحاولون ان يقضوا على الاسلام فكيف يقضون عليه؟ ايفعلون في القران؟ لا يستطيعون. اذا ففي اي شيء يفعلون؟ يفعلون في سنة رسول الله، لأنه إذا تم لهم القضاء على السنة فقد تم لهم القضاء على القرآن، لأن السنة مذكرة تفسيرية لكتاب الله. قال جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من الذي يبين الكتاب؟ إنه النبي العظيم محمد في سنته. إن القرآن قال لنا حافظوا على الصلوات، ولكنه لم يقل لنا إن الصبح ركعتان والظهر أربع،
مسلما ولا ابا داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا مسند احمد ولا موفى مالك؟ لماذا قصد الى البخاري نفسه؟ لانه اصح الكتب ولان ثقه المسلمين فيه غاليه. فاذا فعل في اخبارهم سهل عليه الصحن فيما دون ذلك. مؤامرة على الاسلام. اسمعوا بعض الاحاديث التي كذبها ذلك المؤلف. اسمعوا، قال ان الحديث الذي يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وسلسلة الشياطين، قال انه حديث مكذوب لم يقله رسول الله. لماذا حضرة المؤلف؟ قال سيادته اذا كانت الشياطين مسلسلة في رمضان فلماذا تقع الشرور والسيئات من بعض الناس في رمضان؟ اذا هذا الحديث كذب، وما عليه الا ان يمسك بقلمه الاحمر او الاخضر ويخط على الحديث انه كذب، وان الذي روى الحديث قد جس عليه الحديث. ونحن نقول وهل اذا سلسلة الشواطين وايها العبقرين، هل معنى ذلك ان النفس قد سلسلت ان بين جنبيك نفسا الأمارة بالسوء؟ فاذا سلسلة الشياطين فهناك نفس وهوى، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وان هما محبات النصح تتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف كيد الخصم ولا الحكم. اذا كانت الشياطين مسلسلة فذلك اكرام لرمضان. اما نفسك التي بين جنبيك يا سيادة المكذب فانها شر من الشيطان في الامر السوء. ولذلك كان الحبيب يقول اللهم اقني شر نفسي، وكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. قال سيادته ان هناك حديثا في البخاري يجيز للحي ان يحج عن الميت. ما تقول في هذا الحديث؟ ان رجلا جاء الى رسول الله وقال يا رسول الله ان ابي قد نظر ان يحج فمات قبل ان يحج، اتى حج عنه؟ قال له نعم، اوصوا الله فالله احق بالاداء. وبالتالي فان الحي يجوز له ان يحج عن الميت اذا كان الحي قد حج عن نفسه قبل ذلك. اي خطأ في هذا الكلام؟ قال سيادته ان هذا الحديث كذاب. لماذا كذبت هذا الحديث؟ قال لان المقصود بالحج ان يعرف الجبين في السهي والصواب، والميت تحت اطباق التراب لا يسحى ولا يطوف. قلنا له هل قبول الاحكام الشرعيه بالنسبه للميت هل ينبني ذلك على مشقه وتعب، ام ان المقصود ان الحج اذا حج الحي عن الميت فان الله يكتب للميت ثواب حجته ويسقط عنه الفريضه، لان الله تعالى لا يعمل بالمشقه شيئا وكرمه
الله التي وسعت كل شيء تفتح هذا الباب بمقتضى رحمته. قال سيادته ان الصيام عن الميت لا يجوز. وقال لان الحكمة من الصيام هي تهذيب النفس بالجوع والعطش والميت لا يجوع ولا عطش. قلنا ان المقصود بصيام الحي عن الميت هو وصول الثواب الى الميت. ووصول الثواب الى الميت الى روحه. والروح ليست في حاجة الى جوع او الى عطش. ثم زاد الطين بلة. وزاد الامر سوءا حتى لم يبق في قوس الصبر منزع. فقال المؤلف انني لا اصدق ان النبي قد عرج به الى السماوات العلى. ما هذه الجرأة على الاسلام؟ وعلماء الازهر ساكتون الى مقهى القبر. الم تبر ان يطالعنا احدهم بكتاب يكذب فيه القرآن؟ ان هذا سمى كتابه اضواء القرآنية باكتساح الاحاديث الاسرائيلية وتطهير البخاري منها. قال ان حديث المعراج كذب. قلنا له فماذا تقول في قوله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هل سدرة المنتهى موجودة في باب الحديث او في جبل المقصم؟ هل جنة المأوى ان لم توجد في السماء السابعة فأين توجد؟ فأراد فضيلته او سيادته ان يزيد الامر تبجحا فقال ان النبي وهو واقف على الارض نظر فوجد الامين جبريل عند سدرة المنتهى وهو واقف على الارض. قلنا له ان الذي اعطاه قوة البصر حتى يرى من الارض الى ما فوق سدرة المنتهى ان الذي اعطاه هذه القوة جل جلاله. ثم من الذي تكذب؟ اتكذب معراج النبي ام تكذب الذي عرج بالنبي؟ ان النبي لم يصعد السماوات العلى بنفسه. ان الذي اصعده السماوات العلى هو الله. الله الذي رفع السماء بلا عمل. الله الذي بسط الارض. الله الذي حرك النجوم والأسرار. فعلى من تستر الكذب؟ على رسول الله ام على الله الذي خلق رسول الله؟ ثم بعد ذلك يقول ان في البخاري احاديث تفيد ان الزاني اذا زنى وهو متزوج فإن حده أن يرجم حتى يموت. وهنا وقف سيادته حزينا على الزناية. أخذته الشفقة والعطف بالزناية. فقال أنا لا أصدق هذا الحديث. الثاني وهو متزوج يجلد 100 جلدة ولا يرجم. لماذا؟ قال لان هذا العمل لا يليق بالآدمية. وهل يليق بالآدمية ان تستكره حرام؟ لماذا الدفاع عن الزنا؟ لماذا الدفاع عن الزنا؟ ثم قال متهكما او متظرفا او متشخصا اذا اراد الانسان ان ينتحر ويدخل الجنة عليه ان يزني ثم بعد الزنا يقام عليه الحد رجل فاذا مات بعد الرجل غفر الله له. ما هذا الفراق؟ ما هذا الفراق؟ ما هذه
الى متى نكتس رؤوسنا كالرمال وننام؟ الى متى ننام والاسلام يهاجى؟ ان احد المواطنين عثر على خطأ مطبعي في المصحف فبح صوته للمسؤولين فلم يسمح لصوته خطا. لم يسمح لصوته خطا. رجل يدافع عن الزنا ويقول ان الزوج المتزوج لا يرجى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني يعني الزاني المتزوج، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قرأت الكتاب فوجدت فيه اكثر من 100 خطأ لغوي، فمؤلف الكتاب في حاجة الى ان يعود الى السنة الاولى الابتدائية ليتعلم قواعد اللغة. انه ينصب الافعال الخمسة ويجزمها بثبوت النور. انه لا يعرف ما اعراب الاسماء الخمسة. انه يرفع المثنى بالياء حتى وهو ينقل احاديث الرسول كان يخطئ في نقلها فيقول اذا التقى المسلمين بسيفيهما. وضحكها اذا التقى المسلمان لم يعرف كيف يرفع المثنى وبما يرفع المثنى. المؤلف في حاجة الى ان يدرس كتاب شرشر وفلسل قبل ان يقرأ في حديث البخاري. نصيحتي اليك، نصيحتي اليك ان يتقي الله، فليس هناك احد افترى على رسول الله الا وكان الذل رائدة، الا وكان الخذلان حليفا. ان المؤلف يكذب الحديث الذي يقول ان امرأة سقت كلبا كان قد اشتد به العطش فغفر الله له. قال البخاري يقول انه كذب. امرأة تأتي فاحشة او ترتكب كبيرة ويغفر الله لها من اجل انها سقت كلبا. نعم. الم تقرأ قوله تعالى: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اتريد ان تجعل من نفسك نيابة ادارية على رافع السماء بلا عمل؟ وهو الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المؤلف لا يحفظ القرآن ولذلك يؤلف ايات على حسب مزاجه. فيقول ان المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات، وليس في القرآن آية بهذا اللفظ. المؤلف لا يحفظ القرآن فيقول يوم نفسي من كل امة بشهيد، والله يقول فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المؤلف يقول ان النبي قال انه رأى ادم يبكي في الجنة، هل في الجنة بكاء؟ واذا رجعت الى الحديث رأيته رأى ادم يبكي في السماء ولم في الجنة، فهو غير امين على الله وغير امين في البحر. المؤلف لم يدرس البلاغة كناية وحقيقة ولا جازة، ولذلك فان والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.
رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. عجبت لمصر تهزم الليل حقه وتفخر بالسلم. والحق يا مصر صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر، وقلنا غدا او بعده ينزل امره، فكان غدا عمرا ولو مت حبله فقد لم طوي في حبل هذا الغد الدهر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصوحت عسى منا ولا طعمها مر. سلام على الدنيا، سلام على الورى، اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. ايها الاخوه الاعزاء، ذكريات اليمه عندما يكتب احدنا كتابا ويتعرض في الكتاب لاي مساله تمس تعاليم المسؤولين يصادر الكتاب ولا يخفى ولا تسمح الرقابه بصفحه. اذا تكلمت عن تحديد النسل او تحديد النسل كلمه يصادر الكتاب ولا يخفى. وكتاب يكذب رسول الله يكذب الامام البخاري السابق الامير فانه يصبع ويروج له. صدارة الاسلام كفانا لوما استيقظ معروف. كتاب يفسر البخاري، مؤلف يريد ان يفسر البخاري. اذا وصف الطائي بالبخل نادر وعير حشا بالشهاحة باقنة، وقال السهر الشمس انت ضئيلة، وقال الدجى للسطح لونك حائل، وصاورت الارض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحسى والجلاجل. فيا موت زر ان الحياة ميورة، ويا نفس جدي ان ظهرك هازل. يا موت زر، يا موت زر، ان عمر كان يقول لو عثرت دولة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وفي عام 74 لم تعثر دولة، انما وجهت السهام الى سنة رسول الله. ومع ذلك كله كان عمر يقول يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة، ليتها كانت عقيمة، لأن مناديا يوم القيامة نادى وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحد. قال عمر بن الخطاب لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. الى هذا الحد نضع رؤوسنا وننام. وسنة رسول الله تفعل بالخناجر المسمومة. الى هذا الحد كتاب يجلد بجلد فاخر ويقف في 384 صفحة، ويقف في رسول الله لا يجد ان يشير اليه اشارة خطأ او اشارة بينما كتاب يطبع في سنة 1965 وانا اسمي هذا العام عام الحزن. اسوأ اعوام في تاريخ مصر من سنة 65 كانت اسوأ الاعوام. عام 65 كان عام الحزن لان الاسلام ضرب فيه ضربة كانت قاسية. كتاب يخرجه
ومؤلفه ومع الاحكام. يقرا الكتاب مره ومره فما كانت عاقبته حكم على مؤلفه بالاعدام شنقا وبعد ذلك كتبت الصحف عن مؤلفه انه مسيلمة الكذاب، واخذت المصالح والادارات في سنة 65 تكتب كل يوم فقرة من الكتاب وتكذب صاحبه تحت عنوان مسيلمة الكذاب. الشؤون الادارية تكذب معالم في الطريق، قلم الشرط يكذب معالم في الطريق، قلم المعاشات يكذب معالم في الطريق، قلم كذا وقلم كذا، وكل الاقلام تتبعه. واخيرا ارضاء للشيوعية سيق المؤلف قبل الفجر بساعة ليوضع حبل المشنقة في رقبته ليقدم عقله هدية سائغة الى السفارات الاجنبية، واشهد ان الكتاب الذي بين ايدينا الذي كذب رسول الله في 120 حديثا حتى الان لم يقل احد عنه قولة حق، وكأنه لم يخرج، وكأن الناس لم تقرأه، وكأن احدا لا يدري، وكأن شيئا لم يكن وبراءة اطفال في عيني لم يقل احد شيئا. إذا حالنا لا ترضى الله، إن المسلمين يعيشون على هامش الإسلام، وإن الإسلام يعيش على هامش المسلمين. كان الواجب أن نراقب وأن نؤلف لجنة من المخلصين يقرأ مثل هذه الكتب قبل طبعها ويرد عليها، يملكون حق النشر والكتابة. ومن أراد بالمسلمين سوءا فلتقل من أكثر من الصلاة والسلام على سيد أخطائها ونور الأبصار وضيائها، وفق الله ولاة أمور المسلمين لرفع راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.